نشوف ونسمع هاي الأمور ونتشجع قلوبنا تتطوى، وهذا عمل عظيم. مثل ما قال أخويا كريم، أكو أمور كثيرة اللي نقدر نتكلم بها. أعطيكم اختبار آخر، أنه قبل أسبوعين اتصلت بي بنت من أفغانستان، لكن هي ساكنة بإيران. وهاي البنت تقريبا هي صغيرة بالعمر، أهلها يعني قتلوها الدواعش وذبحوا رؤوسهم قدام عيون البنت. وهاي البنت يعني دمرت حياتها من كل جهة، وما عندها أحد حتى تروح إله وتسكن معه، أو وبكل شخص يريد إنه حتى يتجوز عليها، يعني يعني يتعدى عليها. وهي عندها عمها بإيران بمدينة إصفهان، وتجي إلى إصفهان. لما ما تسكن مع عمها أيضا الحياة المادية مالتهم ضعيفة جدا، وهم قاعدين مستأجرين في بيت، وصاحب البيت يريد يتزوج البنت قصفا عليها بدال الإيجار اللي يردون يعطونه إياه. فهذا شيء عظيم، يعني مخوف، والبنت تخاف من كل جهة وما عندها قدرة إنه تتكلم مع أي شخص. وهي تروح تستضيف جيرانهم وتبرنامج وكلمحة واحدة كثواني، وعلى هاي الثواني يطلع الرقم على الصورة على الشاشة، تسجل الرقم وتجي ترجع للبيت وتتصل بينا. لما ما اتصلت بي وهي تقول لي بس أنا أريد أسألك سؤال، هل أنت شخص مطمئن أقدر أعتمد فيه وأتكلم اللي بقلبي؟ قلت لها نعم، أنت اتصلت بينا وإحنا مؤمنين بالمسيح، خدام المسيح، تكلمي اللي موجود بقلبك. وهي تتكلم عن حياتها، وأنا يعني حتى أجتني العبرة وردت أبكي وياها. ليش؟ لأن لما ما سمعت الأمور اللي صارت وياها حقيقة يعني انزعلت جدا. فقلت ليش الناس هيك قاعد تعامل الناس؟ ليش هيك قاعد الناس توصل إلى هاي الدرجة؟ وإلى أنه قلت لها أكو أمل إلك، أكو حياة جديدة إلك، أكو طريق جديد لإلك وأنت شابة، أكو تغيير لحياتك، بس المهم أنه تعرفين المسيح. قالت أنا أريد أعرف عن المسيح أكثر. قلت لها أول خلي أصلي معاك. وهذا كان تقريبا قبل يوم من شهر رمضان، يعني هاي معجزة عظيمة. وهي كانت تفكر في أفكارها أنه تصوم وتصلي، لكن لما ما صليت معاها وهي سكتت من بعد التليفون تقريبا كثلاثين خمسة وأربعين ثانية، وأنا قلت اليوم انفصل الخط لو صار أي شيء. ولكن من البكي رجعت إلى فرحة وابتسمت من خلال الشاشة والتليفون، وهي تضحك مبتسمة وتقول لي إجا فتشي بقلبي لمسني، وأنا ما أعرف شيني، بس أعرف أنه هذا شيء اللي أنت صليت لي عليه، وأنا أعرف أنه هذا، وأريد أؤمن بالمسيح، أريد أتقدم مع المسيح، أريد أعرف عن المسيح أكثر، وأريد أقرأ الإنجيل من اليوم. وهي تسألني كيف أحصل على الإنجيل، وموجود على الإنترنت، وهاي ودزت لها الإنجيل وبدت تقرأ. وسألتني سؤال آخر، هل لازم علي أنه أصوم وأصلي كقبل؟ قلت لها لا خلص. ولما ما أعطيتها هذا الجواب ففرحها زاد بالأكثر، قالت أنا تحررت من كل هذا الشيء. وأيضا نحن مستمرين معها اليوم، فهي تتابع المشاهدة وحياتها تغيرت، أفكارها تغيرت، وهي هسه صارت عندها قدرة وشجاع حتى تساعد أهلها بالشغل وبأي شيء ثاني. وهذا العمل كله ما كان يصير، التغيير الحياة بحياة الناس. أنا أعرف يمكن الأخ كريم قال 90 نفر، أنا ما حاسب لحد اليوم، بس تقريبا كهالحدود، لكن ملايين ناس راح تتخلص حياتها من خلال هاي البرنامج. وهذا البرنامج يحتاج إلى استمرار، وإذا أنتم ما تساعدون وما تدعمون هذا البرنامج
فيمكن هاي الملايين الناس ما تحصل على الخلاص. فهاي مثل ما قال الأخ أنور، فهاي إرسالية لكل مسيحي. فإحنا يمكن على الشاشة موجودين، لكن أنتم البركة لكم والخدمة لكم والدعم منكم وهو اللي يشجع كل هذا الشيء. وأنا أريد أشكر كل القائمين في هاي القناة وكل المسؤولين، بالأخص الدكتور باسم، أنه أعطانا هاي الفرصة حقيقة. أعرف من كل قلبي وأحس بالروح القدس أن الرب الأب فرحان كثيرا 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 جدا على الأخ باسم وعلى هاي الخدمة وعلى هذا المشروع. والرب يبارك الجميع. شكرا جزيلا.